طيب احنا محتاجين نعرف أهمية الجامعات التكنولوجية ايه، عشان كده معانا على التليفون دكتورة وفاء علي أستاذة الاقتصاد. يا دكتورة تحياتي ليكي. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهمية الجامعات التكنولوجية اقتصاديا ايه؟ أستاذة آية، في هذا المنحة تحديدا قولا واحدا، ليس أمامنا خيار غير النجاح. كنا نحتاج إلى وصفة جيدة لتنفيذها في ملف التعليم التكنولوجي خاصة، فنحن انتقلنا جميعا إلى عصر اقتصاد المعرفة والبحث العلمي، والربط بين التعليم والاقتصاد القومي أو بين المشروعات البحثية والتكنولوجية والاقتصاد القومي هو أمر طبيعي، ولذلك الدولة اشتغلت على عدة محاور. المحور الأول اهتمامها بإنشاء هذه الجامعات بالقصد اللي سيادتك بتتحدثي عنه، العائد الاقتصادي لهذه الكليات التكنولوجية وخارجيها، بالارتقاء بالمنهجية دي في التعليم التكنولوجي ده، لأنه أحد روافد التنمية الشاملة اللي احنا بنستهدفها، لأن العلاقة واضحة ووثيقة بين التعليم وسوق العمل، وضرورة الربط بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل. كمان في حاجة ملفتة للنظر يا أستاذ آية، ويمكن أنتم بتعرضوها من خلال رسالتكم الإعلامية في هذا البرنامج التوعوي، وهو ما يسمى بمنظومة التغيرات المكانية. بمعنى أن أنتم سمحتوا برؤية المشروعات القومية على أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية اللي بتقدموها والنماذج وبتقدموا المشروعات والتقدم فيها والتطور، فكان من الطبيعي أن الدولة بتتواكب مع رؤية هذه المشروعات القومية على الحيز الجغرافي لجمهورية مصر العربية حسب إمكانيات كل محافظة وما تحتاجه. الأمر الثاني هو الارتقاء بجودة التعليم، فليس كافيا أن يكون لدي تعليم تكنولوجي، ولكن أن يكون هناك نوع من الارتقاء بهذا التعليم وتحسين مستوى الخريجين. ما ننساش أن احنا دخلنا عصر الروبوت والذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة المتنقلة والتحرير الجيني والطباعة ذات الأبعاد، فكان من الطبيعي أن الدولة ترتقي بنوع هذا التعليم من أجل رعاية برضو الموهوبين والمتفوقين والكوادر، ونخرج للسوق كوادر مدربة حقيقة مؤهلة على أعلى مستوى، لأن ده الحقيقة هيزود درجة الاتقان عند الخريج. احنا بنحتاج تطوير لمهارات الطلاب دول وتنميتها، تشجيعهم على الابتكار والابداع. ويمكن الدوله المصريه يوم ما فكرت في بنك المعرفه المصري كان نتيجه لانها بتبحث للدارسين والباحثين، وايضا كخطوه انتقاليه لهذه الجامعات البحثيه والتكنولوجيه كشكل ايجابي من اشكال المعرفه. كمان الدوله برضو في هذا المسار يا استاذ ايه، عشان ما نغفلش عمليه المنافسه التعليميه العالميه، بالتأكيد وإحنا في مسار الجامعات التكنولوجية بنبحث عن المنافسة مع برامج مناظرة للجامعات في الخارج، يعني الاهتمام أيضا بإنشاء حاضنة للذكاء الاصطناعي والتطور اللي بيحصل للتنمية المستدامة 2030، لابد أن يكون هناك حاضنة لهذا التعليم عن طريق الارتقاء بالتعليم الجامعي. صارت الدولة أيضا في مسار آخر هو تدويل التعليم، ودي قضية هامة جدا إن الدولة المصرية وهي بتبحث عن الكفاءات والكوادر في التعليم وتخريج طبيعي لسوق العمل، حتى لا يكون هناك كل الأمور شبه بعض، ما نبقاش كل الخريجين كلهم شبه بعض، إلا إحنا الحقيقة التجأنا إلى قضية تدويل التعليم وإنشاء مؤسسات أكاديمية داخل مصر لجامعات خارجية. وأيضا ويمكن ده إحنا بنشوفه بوضوح كمان يا دكتورة في تنوع التخصصات المختلفة في الجامعات اللي بيتم إنشاؤها في الفترة الأخيرة. دكتورة وفاء علي أستاذة الاقتصاد، طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتورة على هذه المداخلة وهذه التفاصيل والإيضاحات.